انتبهي غير ما كنضرني حتى شي حاجه، يعني تقريبا شي 17 ساعه انا هادي. تنحس بدا باللمس، دخلني المس بشوي بشوي، بديت تنتخنق تنفشل، ما نقدرش ننعس، ما نقدر ندير حتى شي حاجه، دائما فاشله ومخنوقه، دائما يعني نعسه، يعني ما تنقدر لا ناكل لا ننعس لا ندير حتى شي حاجه. الهضره ما نقدرش نهضرها، يعني تنفشل، رجلي فاشلين، والحمي كله تيحرقني، وشعري طيح، والصحة تاعتي تتمشي بشوي بشوي، والقجة ما نقدرش نتنفس، يعني عندي مشكل في التنفس، ما نقدرش نتنفس. انا اكثر من تقريبا شي 4 سنين هادي، ولا مابقاش عقلت، بدل ما نمشي 4 سنين هادي وانا تنجري عند الطبيب، يعني مشيت عند الطبيب ديال الحنجرة، طب العام، طب القلب، يعني جميع التخصصات مشيت لعندهم، دوزت، تقول لي ما عندك حتى شي حاجة. داك الطبيب ديال الحنجرة قال لي عندك في الاول التهاب شوية، من خرج ليا الدواء وليت شوية، عاوتاني رجعت لي نفس الحالة، القجة والخنقة الفشلة، رجعت عنده قال لي انت ما عندك حتى شي حاجة، هادشي عندك هي وسواس، يعني قال لي خاصك تمشي ديري تخطيط القلب. مشيت عند طبيب القلب، دا هو دار ليا تخطيط القلب، قال لي ما عندك والو، قلبي تضرب بزاف، هي الدرد هكا والخوف والخلعة، متنعش بالليل والصهدة، متنعش بالليل، تنبات فايقة مخلوعة وخايفة، والخلعة والخنقة، وفاشلين عليا رجلي ويدي، مقدرش نتحرك، مقدرش نوقف، ما عايشاش بحالي بحال الناس، نحس راسي بحالي ميتة وعايشة نفس الوقت. 17 سنة تقريبا وانا معدبة، وانا عايشة العذاب، تندوز ما خليت فين مشيت، تقولي ما عندك حتى شي حاجة، تمشي عند الطبيب، تندير التحاليل، درت الراديو، درت بزاف اي حاجه قال لي تنجيب عليه، والو داكشي عندي. مشيت عند طبيب الاعصاب، وبقيت نشرب في الدواء ديال الاعصاب، ما دار لي حتى شي حاجه، انت قطعت الدواء، قطعت كل شيء، داكشي ماشي ديال الطبيب. نعم. وكيفاش والديك؟ مكرفصين والديا بزاف، ما عندهمش، مكرفصين. عندي الحريق في الرحم، دابا تحرقني داك الرحم، شويه تقريبا تبقى يضرب داك الحريق، تيحرقني تحرق شويه، يطلع لي داك الحريق للقلب، تتخنق، تنفشل، عاوتاني ترجع لي الحريق الرحم. تمشي عند الطبيب تقول لي مره عندك الكيس، مره ما عندك حتى شي حاجه، يعني حرت شي عندي، ما قفلت في حتى شي حاجه. بغي انا نبره، بغي نتشافى كيف كنت، نوقف على رجلي كيف كنت، وترجع لي صح. البنات كنت نحن من نخدم ولا ندير شي حاجه في حياتي، ولكن ما قدرتش، دايما مريضه، ما نطيح قلب وانا مريضه. خرجت من الرابع ما كملتش، انا باغيه صحتي، باغيه ترجع لي صحتي، نحلم اني نرجع كيف كنت، باغيه من الناس يعاونوني، اللي يجزيهم بالخير، محسنين توقفوا معايا نتعالج، انا باغيه نوقف على رجلي، معذبه، تنفكر داكشي فيه تيقول لي يا ربي انتحر، يدير شي حاجه في راسك، مابقاش قدرت نصبر، معذبه مكرفصه، يعني بهاد العدم كيما نقول لك، نحس بحالي راسي ميته، قلت لك عايشه، معذبه بزاف، ما سوقروش ليش بوي، ما عندهم ما يديروا لي، جراو بيا حتى هي والو، رقيات تزيد عليا، ما تحميش لي يقرا لي القران، ولا نقرا القران روحي تبي تخرج، الا قريت القران ولا قرا لي شي حد، نبقى تيجينا الصرع، وليت تنطيح، من بديت الرقيه وليت تنطيح، ما كانش تنطيح، يعني زاد العذاب ديالي من بديت الرقيه، بديت تبع معايا حصه صافي، ما صافي عييت قرط.